أهلا بكم. واجهتنا عن التصنيف الائتماني لمصر وإعلان وكالة موديز مؤخرا تغيير نظرتها لمصر من مستقر إلى إيجابي، وكمان شهادة مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير على الطريق الصحيح. وده بيخلينا نتساءل يعني إيه تغيير التصنيف من مستقر لإيجابي، بيعني إيه وإزاي ممكن أستغل ده لصالح الاقتصاد المصري، وأهمية العمل على تعزيز التعاون بين مصر والمؤسسات الاقتصادية الدولية زي صندوق النقد الدولي، البنك الدولي وغيرها من المؤسسات. هنطرح الأسئلة دي على ضيفي اللي مشرفنا دلوقتي في الاستوديو، الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار. مشرفنا ومنورنا. شكرا يا فندم. ازاي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. أهلا. وطبعا أسفين اتأخرنا على حضرتك يا دكتور. أهلا بيك. أنا أول حاجة بس عايزين نقول للناس يعني إيه تغيير تصنيف مصر من مستقر إلى إيجابي، ده معناه إيه؟ طبعا بحيي حضرتك تاني وبشكرك على الاستضافة الكريمة. بمنتهى البساطة خالص، هي القدرة السداد المالي للطروحات اللي بتطرحها مصر في السندات أو الاقتراض أو التمويل. يعني إيه القدرة المالية أو قدرة التصنيف الائتماني؟ التصنيف الائتماني ده عبارة عن المؤسسات الدولية بتنظر نظرة اقتصادية للدولة وكيفية الملاءة المالية الخاصة بها للسداد. هل قدرتها النهاردة للسداد للطروحات اللي هي بتطرحها للسندات؟ الدولة بتقترض عن طريق التمويل الخارجي. هل قدرتها المالية النهاردة للسداد هي في إيجابي، يعني مستقرة ولا أكثر من إيجابي؟ مستقرة أكتر كمان. تصنيف الائتماني ده بيمر بحوالي 4 مراحل، في A وليه درجات، وB ليه درجات، وC وليه درجات، ودي وليه درجات. واحنا يعني كنا هنوصل لدي دي، ودي يعني اللي هي غير قادر على سداد التزاماته. ده في 2013 في حكم الاخوان، وتراجعنا في سنة واحدة من 2012 ل 2013 6 مرات متتالية. فاحنا الحمد لله النهاردة وصلنا تاني للبي، وطبعا دي من أفضل التصنيفات الائتمانية للجدارة المالية للدولة المصرية. إيه اللي خلى إيه اللي نقلنا النقلة دي؟ يعني إيه اللي خلاهم يرفعوا تصنيفنا الائتماني بهذا الشكل؟ المجهود والعمل الشاق اللي الدولة المصرية تبنته منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي. وطبعا عايز أقول لحضرتك الشهادات والإشادات اللي بتقوم بيها المؤسسات الدولية سواء صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو الأمين العام للأمم المتحدة، هذه حقيقة ليس إشادة، يعني زي ما بنسمهاش كده مش برقية تهنئة، يعني مش بيجاملنا طبعا. ما ينفعش يبعت مثلا بوكيه ورد يقول لكم برافو عليكم انتوا بتشتغلوا، ما فيش ما يدعو له مجاملتنا يعني على الإطلاق. لا يعني ما يقدرش يا فندم، لأن دي دول بتراقب هذا المسؤول الأممي أو المسؤول المختص بالصندوق أو بالبنك الدولي. طبعا حضرتك تعلمي جيدا وكل مشاهدينك الكرام، الأمين العام للأمم المتحدة أشاد بالتقرير والبرامج الاقتصادية اللي عرضت عليه من صندوق النقد الدولي من البنك الدولي، وراعى جيدا أن الوضع السياسي كلما استقر في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط كلما تحسنت الجدارة المالية والقدرة الاقتصادية للدولة المصرية. وحتى أشاد أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيرعى برنامج دقيق جدا في برنامج الإصلاح الاقتصادي. ده ترتب عليه يا فندم لما أشادوا بينا سواء بقى الصندوق أو البنك، تصنيفنا الائتماني بيرتفع. يعني إيه؟ بيلفت نظر المستثمرين اللي هم سواء الحكومات أو الصناديق أو البنوك المركزية العالمية أو المؤسسات الدولية إن هي تستثمر في مصر. بيقول لهم خلي بالكم إحنا بنراقب الوضع المالي في مصر مراقبة دقيقة جدا، والدولة دي مستقرة وبيزداد استقرارها وتحسنها في التصنيف الائتماني تقدر انها تستقبل استثمارات اضخم او اكثر من اللي هي موجودة بيه. حتى يمكن حضرتك تتذكري في حديث الصندوق النقد الدولي السيدة كريستينا لاجارد او البنك الدولي لما تحدثوا قالوا ان احنا راعينا ان يكون في تمويلات للاستثمارات بحوالي اكتر من 14-15 مليار دولار ضخت في قطاع الطاقة والكهرباء، وطبعا دي اشهرها الشركات اللي تمت التعاقد معها الدولة المصرية. طيب يبقى حضرتك بتقولي انه رفع التصنيف الائتماني بهذا الشكل بالعكس يعني هو مش بس اشادة ببرنامج الاقتصادي المصري او الاصلاح الاقتصادي، لكن هو ايضا
بيرفع او يعزز من فرص الاستثمار عندنا، والقدرة احنا ازاي والقدره الماليه، ازاي نقدر فعلا نستفيد بقى من ده افضل استفاده ممكنه علشان نقدر نعزز الاستثمار بكذا مسار. ولكن خليني اوضح بمنتهى البساطه خالص للسيادنا الساده الضيوف الكرام يعني المشاهدين، دكتور محمد معيط دلوقتي في مقابلاته في صندوق النقد الدولي بيرعى الحمل الترويج ان احنا نطرح سندات في الخارج، كل ما نكون ان احنا عندنا طروحات في الخارج سعر الفايده بيبقى قليل جدا. يعني ايه؟ بنستغل هذا التصنيف الائتماني ان احنا لما نطرح يتم طرح سندات او طروحات في الاسواق العالميه بيكون سعر الفايده اقل. يعني ايه؟ بنقترض من الاسواق العالميه بسعر فايده قليل جدا، بضمان ايه؟ بضمان شهاده التصنيف الائتماني اللي بتضمن لينا ان احنا الجداره الماليه عندنا والقدره الماليه افضل من الاعوام السابقه. فعلشان كده النهاردة لما نقترض من الأسواق الخارجية الناس تطمن إن إحنا بنقترض بسعر فايدة قليل جدا، لما نقترض من الصندوق بنقترض بسعر فايدة قليل جدا، لما البنك الدولي بيدعمنا بتمويل فعلا بيدعمنا بتمويل الفايدة بتاعته بتكون قليلة جدا. علشان كده بتلاقي دايما التوجه الدولة تقترض من الخارج بسعر فايدة قليل جدا تضخه في مشروعات قومية زي الغاز زي الكهرباء زي الطرق زي الصرف الصحي أو المياه. دي امور بنستغلها احنا استغلال جيد. خلاف كده كمان بقى شهاده للتصنيف الائتماني بنبحث بيها ان احنا ازاي نروج لينا في العالم الخارجي في الاستثمارات الخارجيه. يعني هدي لحضرتك مثل بسيط، هو مين اللي مول محطات سيمنز بتاعت الكهرباء؟ البنوك الخارجيه. ازاي مولتها؟ لما احنا اخذنا شهادات الضمان من الخارج ابتدينا قدرتنا في برنامج الاصلاح الاقتصادي يتحسن، فبقيت البنوك في الخارج تمول المشروعات القومية في مصر هنا، وهي يعني بتقول ان هي تثق في قدرة مصر، ما عندناش مخاطر عالية في برنامجنا في الاصلاح الاقتصادي. ده بمنتهى البساطة. طيب وكالة موديز قالت ان في بوادر على ان اصلاحات في البيئة او بيئة الاعمال تفسح المجال امام مسار نمو مستدام وشامل يمكن ان يحسن التنافسية في مصر. ممكن توضح لنا الكلام ده اكتر يا دكتور؟ بمنتهى البساطة خالص، احنا كل ما بنحسن من برنامجنا في اصلاحنا الاقتصادي بنسعى ان احنا ننافس العالم الخارجي. ازاي ان احنا ننافس العالم الخارجي؟ عن ان احنا يكون عندنا قدرة لجذب الاستثمارات. عارفة حضرتك النهاردة احنا بنحاول ان احنا نطور من بيئة الأعمال عندنا حتى في القدرة البشرية. يعني السيد الرئيس والحكومة بترعى ان يكون في عندنا برنامج صحي كبير جدا نكشف على 50 مليون مواطن. ده برنامج صحي، ده بيكون فيه تنافسية مع العالم الخارجي برضو ازاي نحن نرعى المواطنين عندنا. كمان ان احنا ازاي يكون عندنا مثلا تنافسية في جذب الاستثمارات في محور قناة السويس. ازاي عندنا استثمارات نقدر نجذبها مثلا في مشروعات الطاقة. يعني فخامة الرئيس ان شاء الله بالسلامة يكون في روسيا موفق توفيق كبير، والدولة المصرية هنمضي اكبر شراكة ان شاء الله، ويكون مشروع الضبعة بوابة الخير في كيفية ان احنا ننافس في تصدير الطاقة للخارج. الامور دي كلها دي مشروعات قومية كبيرة جدا، ازاي تطرح للمستثمرين في العالم الخارجي سواء بقى دول او صناديق او مؤسسات تقدر ترفع من قدرتنا ان احنا ننافس العالم الخارجي. طيب بعض المتخصصين شايفين ان التصنيف ده كمان قد يساهم في انخفاض اسعار الفايدة على الديون المستقبلية. مظبوط. يعني برضو اشرح لنا بقى الجزئية. بمنتهى البساطة كل ما التصنيف الائتماني بتاعنا بيزداد، يعني بنوصل لمرحلة البي كويس، البي طبعا في بي بلس بي بلس 2 يعني كده الدرجات بتاعتها، الاعلى من بي هو بي بلس طبعا. في 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 طبعا كده نوصل للاي بقى. ده تبقى زي الدول اللي هي السعوديه اليابان امريكا، دول واصلين للاي. الاي دول اللي هم مضمونين على طول، اي حد ممكن يقترض فبيقترض. طبعا دول الخليج اغلبتهم كمان. وطبعا في دول الخليج ابتدت تقترض وكان على راسها وعلى اشهرهم طبعا قطر، ودي كانت يعني تحول كبير جدا. عشان كده بس ده لمحه بسيطه. الفرص اللي بتبقى عمليه التمويل دي اعتقد بتبقى جايه لنا ان احنا نستغل ان احنا نقترض من الاسواق الخارجيه. يمكن حضراتكم تعلموا جيدا ان مصر طرحت سندات اكتر من مره في الاسواق العالميه. لما بتطرح سندات في الاسواق العالميه بيحكمها امرين، الامر الاولاني هو التصنيف الائتماني زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، الامر الثاني هو سعر الفايده العالمي. علشان كده لما احنا جينا طرحنا السندات اول مره، السندات اللي هي طويله الاجل بقى اللي هي 10 سنوات واكثر، كانت بسعر فايده حوالي 7.5%. كانت ده متوسط سعر الفايده اللي بيدور في اسواق العالم كلها. وطبعا بنحكم بعمليه التصنيف. ليه؟ لان كنا في بدايه برنامجنا للاصلاح الاقتصادي.
النهاردة بنتكلم ان احنا لا اقل من كده، علشان كده الدكتور محمد معيط بيروج للسندات في الاسواق الاسيوية زي الصين واليابان واندونيسيا، وتلاقي ان سعر الفايدة ممكن يكون اقل من كده. يعني الامرين اللي بيحتكموا لسعر الفايدة التصنيف الائتماني ومتوسط سعر الفايدة العالمي. طب واحنا بنتكلم عن جهود مصر في التحول الاقتصادي والاجتماعي الحقيقة في الفترة أو السنوات القليلة الماضية، عايز أعرف شايف دور البنك الدولي إيه؟ يعني قدم لنا إيه لحد دلوقتي؟ وإيه اللي منتظر منه كمان مستقبلا؟ لا قدم لنا كتير. ما تنسيش حضرتك إن هو يعني العام الماضي الدكتورة سحر نصر، أو يمكن العام الحالي، يعني بتكلم على العام المالي، يعني قدم لنا 500 مليون دولار لتنمية الصعيد لثلاث محافظات. قدم لنا حوالي 3 مليار دولار لدعم العديد من الوحدات السكنية والصرف الصحي والمياه. البنك الدولي دايما ما بيرعى ان يكون في عنده استثمارات ومشروعات قائمة على البنية التحتية او دعم التنمية البشرية والصحة. الامور دي كلها النهاردة استفدنا منها. ده جه بناء عليها، جه بناء على برنامج الاصلاح الاقتصادي. هل تتخيلي حضرتك لو ما كانش برنامج الاصلاح الاقتصادي وعلاج الموازنه اللي تبناه الرئيس، ما كنش حصلنا على الجزء من ال 12 مليار دولار اللي هم واخدينهم من صندوق النقد الدولي، وما كناش حصلنا على الدعم ال 3 مليار دولار من البنك الدولي. ما هو في فرق ما بين الصندوق وما بين البنك، فاحنا ما كناش هنحصل على حاجه من دول. كان زماننا النهارده بنتكلم ان سعر الصرف حتى على الاقل اسعار غير اللي احنا بنتكلم فيها خالص، غير ال 18 جنيه اللي احنا شايفينها. الامور دي كلها النهاردة شهادة الضمان اللي بيدانا البنك الدولي كل حين وآخر انه بيضمن الاستثمارات في المشروعات القومية. زي ما ذكرت لحضرتك منذ قليل، زي ما بقولك كده، مين كان هيضمننا مع الاستثمارات حقل إني؟ مين كان هيضمننا في مشروعات الطاقة مع شركة سيمنز؟ مين كان هيضمننا النهاردة مع ان يخش معنا استثمارات في محور قناة السويس والمشروعات اللوجستية؟ اعتقد كنا محتاجينهم فعلا. طيب ايه اهم القطاعات التي يجب التركيز عليها لما بنتكلم عن جذب الاستثمارات يا دكتور مصطفى؟ القطاعات الواعدة عندنا كتير، بس احنا خلينا في اهم حاجات دلوقتي. عندنا الصناعة متأثرة، ويمكن كنت ليا حديث اتشرفت بحديث مع حضرتك منذ فترة. عندنا مصانع كتير لسه متوقفة، كان لازم يكون في مبادرة، والمبادرة دي لازم طبعا هو بيقوم بيها البنك المركزي حاليا، ولكن لازم يكون فيها الاسراع لحركة تمويل كبيرة جدا للمشروعات دي، زي ما بيسموها كده لإعادة هيكلتها مرة أخرى. الصناعة أمر هام جدا، لأن حضرتك تعلمي جدا وكل مشاهدينا الكرام، في حرب قائمة ما بين أمريكا وما بين الصين. إن لم نجد أنفسنا ونلتقطها في هذه الفترة، أعتقد هيكون لنا تأثير كبير. لازم نسعى جاهدا إن يكون دعمنا للاستثمار بإعادة هيكلة الشركات المتوقفة، دي نمرة واحد. الاهتمام الكبير جدا زي ما أنا شايف كده في محور تنمية قناة السويس والترويج ليه. البنك الدولي بقى قايم بمشروع مهم جدا، ارجو من الله ان هو يتم برعايه الدكتوره سحر نصر، هي تنميه سيناء. هيقدم حوالي مليار دولار خلال الفتره القادمه، ده خلاف كمان الدول الشقيقه العربيه، ان يكون في تنميه لسيناء على مدار السنتين ثلاثه ان شاء الله يتم. يعني ارجو ان يكون على راسها الزراعه او الصناعه، وطبعا دول امرين هامين جدا مرتبطين ببعض. طيب بمناسبه البنك الدولي، هو بيؤكد البنك الدولي اكد حرصه على دعم جهود مصر في تنميه سيناء بعد نجاحها في القضاء على الإرهاب في فترة وجيزة، وقال وهو ما ساهم في القضاء على تنظيمات كانت تهدد استقرار المنطقة، مشيرا إلى حرص البنك على توفير تمويل بقيمة مليار دولار لدعم تنمية سيناء. قراءتك لده بقى إيه؟ ناخد اكسبريشن، تعبير واحد بس من ده، وده أهم حاجة بالنسبة لي. إن مصر بتقضي على الإرهاب. يعني هو عارفين إن مصر بتحارب وبتقضي على الإرهاب اللي كان بيهدد استقرار المنطقة. بالظبط، اللي بيهدد. شوفي بقى، دي شهادة فندم من البنك الدولي إنه بيهدد استقرار المنطقة. فده طبعا ده بيوضح للعالم ان فعلا مصر بتحارب لوحدها نيابة عن العالم ده كله وعن المنطقة. وعلشان كده كمان احنا بنرعى ان يكون في عندها اصلاح اقتصادي كبير جدا في المنطقة دي، يرعى اعادة هيكلة المنطقة تاني، بتدعم عدد من المشروعات زي ممكن يكون الانفاق، زي ممكن يكون خط سكة حديد، زي ممكن يكون الصناعات والواحد ونص مليون فدان. أعتقد نصيب سيناء هيكون منها حوالي ما بين 300-400 ألف فدان. فخامة الرئيس يعني مهتم بهذا الأمر، بيرعاه رعاية كبيرة جدا في حكاية الاستصلاح الزراعي في سيناء. ما ننساش إن احنا فقدنا الكثير جدا في سيناء في عملية السياحة، وطبعا أرجو من الله أن يكون فعلا نهاية أمر عودة السياحة الروسية تكون خلال الأسبوع ده، أو يعني الشهر اللي احنا فيه. طبعا في توقعات أن يكون في توقيع بروتوكول ما بين فخامة الرئيس ورئيس بوتين، أن يتم فعلا إعادة الطيران مرة أخرى لشرم الشيخ وللغردقة.
الإصلاحات التشريعية الحقيقة والهيكلية اللي تمت فيما يخص الاستثمار والاقتصاد شايفها إزاي وشايف تأثيرها هيكون إزاي في الفترة اللي جاية دكتور مصطفى؟ طبعا خلينا نفرق ما بين الفترة قصيرة الأجل والفترة طويلة الأجل. طبعا بيبقى في فرق كبير جدا، ولكن صدقيني احنا أنجزنا إنجاز كبير جدا، يعني احنا عدينا مرحلة كبيرة جدا الحمد لله. مصر أعادت أركان جزء كبير جدا من الدولة، أهمها الأمن، شفنا الطاقة الكهرباء، شفنا الغاز، شفنا العديد من المشروعات القومية. ما زلنا حتى وقتنا الحالي طبعا بنحارب عملية التضخم. التضخم ده أمر يعني شديد الخطورة على برنامج الإصلاح الاقتصادي في مواجهته خلال الفترة السنتين أو الثلاثة الماضيين. طبعا كان في ارتفاع جنوني في عملية التضخم، الارتفاع اللي هو مستويات الأسعار أو القوة الشرائية للجنيه زي ما احنا بنسمي يعني الاقتصاديين. لازم هيكون في حلول يعني قادمة، ولكن إشادات البنك الدولي دايما بينا ان احنا فعلا في اتجاهنا ان احنا بنحارب وبنقوي قوة العملة العملة عملتنا امام العملات الاخرى. بنحارب هذا الامر طبعا بان احنا بنخلق فرص عمل، وحتى تلاحظي حضرتك ان معدلات البطالة ابتدت تتراجع تحت 10%. بتشوفي ان احنا النهاردة التضخم فعلا بيحاصر. بيحاصر ازاي؟ شفنا ان تثبيت سعر الفايدة اكتر من 3 مرات متتالية من البنك المركزي بيحاصر، لكن لسه قدامنا مجهود. المجهود ده بيتوقف على حجم الاستثمار اللي جاي، بيتوقف على معدلات النمو اللي احنا بنرجوها خلال الفترة اللي جاي، بيتوقف على دفع الاستثمارات اللي تقدر تخش في قطاعات تقدر تشيل بيها. مثال قطاعات اللي هي المشروعات الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر. الدولة بترعى المشروعات القومية الكبرى، ولكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أعتقد محتاجة منا مجهود. شايف إن ابتدى يكون في مجموعة من الإعلانات، أعتقد إن هي ممكن تكون يعني زي بيقول نبتة خير تقدر تدفع مجموعة من الشباب إن يتبنوا هذه المشروعات. والمشروعات القومية يا دكتور، يعني إلى أي مدى المشروعات دي ممكن نقول إن هي ساهمت في تخفيض نسب البطالة، في توفير وفتح فرص الاستثمار، فرص عمل طبعا لكتير جدا من الشباب؟ إلى أي مدى نقدر نقول إحنا يعني دي ساهمت كمان في دفع عجلة الاقتصاد؟ عارفة فندم، لولا هذه المشروعات ما كانت للدولة القيام. يعني للدرجة دي؟ طبعا. شوفي فندم، ده بيرد على اي حد بيقول وايه لازمتها المشروعات دي كلها؟ لا معلش، ما هو طبعا لعدم علمهم او عدم وعيهم. وعلشان كده انا طبعا بشكركم على الاستضافة. زي فخامة الرئيس مال، التوعية الاقتصادية فندم دي من اهم الامور في الوقت الراهن. خلي بالنا نقطة مهمة قوي، احنا دلوقتي مش حاسين بمحور قناة السويس واهميته والتفريعة الجديدة اللي عملتها وقد ايه ساهمت في زيادة موارد الدولة من العملة الاجنبية. الناس نسيت ده خالص. حتى تلاقي دلوقتي الجماعات الإرهابية خلاص بقت طالت دلوقتي يعني تحد من عملية يعني الكلام عن مشروعات زي محور قناة السويس. النهاردة بقيناش نتكلم على الكهرباء وقد إيه تكلفتنا في الخسائر. أنا جايب لحضرتك ورق معايا عشان إثباتي بدليلي. صندوق النقد الدولي يا فندم رفض مع حكومة هشام أنديل كويس اللي هي كانت في حصر الإخوان إنه يتناقش معنا في أي تمويل لأي مشروعات. رفضوا يا فندم. والورق معايا، دي نمره واحد. صندوق النقد الدولي والبنك الدولي رفض التعاون مع الدوله المصريه، وقال ان في نزاع قائم ما بين الحكومه وبين مجلس النواب الاخواني على ان كان الطلب من الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومه ساعتها ب 3.2 مليار دولار، وطبعا رفض ان هو يخش معانا. قال لك لما يكون في مصالحه او في توحد في وجهه النظر نقدر نتناقش معاه. فان احنا النهارده يكون معانا اشادات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصندوق يمولنا النهارده ويدينا قرب ال 8 مليار وبقينا حوالي 4 مليار من ال 12 مليار كويس، اعتقد ده امر ايجابي. احنا لجأنا ليه يا فندم؟ ان احنا يتم تمويل الموازنه من صندوق النقد الدولي بما جنيناه من 2011. للاسف الفوضى الخلاقه اللي منيت بها مصر، ده مش كلامي، ده كلام صندوق النقد الدولي، وللاسف الفوضى اللي منيت بها الشارع المصري منعت ان حكومه الدكتور كمال الجنزوري يحصل على 3.2 مليار. تخيلي فرق الرقم ده كله بتحمل عبئه الشعب المصري والمواطن المصري البسيط اللي احنا للاسف النهارده بنبحث عنه ان نديله سلع ومواد تموينيه بسعر ارخص. التكلفة اللي احنا بندفعها دي النهاردة من 2011، وللأسف هاخد نفس الكلمة حضرتك تفضلت بيها دلوقتي، ان مصر بتحارب الإرهاب في سيناء لوحدها. ده حقيقي. طيب في رأيك كخبير اقتصادي يا دكتور مصطفى، ازاي نخلي مصر وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الأجنبية؟ احنا فعلا اتكلمنا عن الوضع الاقتصادي، وكلمنا عن القوانين والتشريعات
ازاي بقى نجذب بقى المستثمر الاجنبي؟ اولا احنا عملنا بيئه تشريعيه يعني في منتهى الايجابيه، القانون الاستثمار واللائحه التنفيذيه بتاعته، بس لسه الحكومه لم تعي هذا الامر ولم نعي ترويجه للخارج. بمنتهى البساطه يا فندم، لازم يكون عندنا رؤيه موحده، المجموعه الاقتصاديه كلها تشتغل على ان احنا نكون القاعده العريضه في الحكومه. انا ما بتكلمش على القاده، ما بتكلمش على دوله رئيس الوزراء والمجموعه الاقتصاديه السبع ثمان اشخاص، لا انا بتكلم على كل الدوله. النهارده يا فندم بمنتهى البساطه لازم يكون في توجه لدى الدوله ان جميع الخدمات تكون الكترونيه للتيسير على اي مواطن سواء مستثمر سواء عربي سواء اجنبي لدخوله للدولة المصرية. لازم يكون في حملة في السفارات الخارجية ترعاها الدولة المصرية للترويج ان العدد من المشروعات عندنا ان احنا النهاردة قادرين على استيعابها. احنا النهاردة عندنا مشروع قومي كبير جدا ان احنا تقدر تحصلي على الجنسية او التملك بمجموعة من الاجراءات البسيطة جدا والاستثمارات، واعتقد عندنا اماكن كبيرة جدا قبل الاستثمار، واعتقد ان شاء الله يكون لنا فرصه ثانيه نتكلم فيها. ان شاء الله. حياتك دايما تشرفنا. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدره استاذ التمويل والاستثمار، شرفتنا ونورتنا. شرف لي. شكرا ليك وبشكر حضراتكم، اشوفكم بكره ان شاء الله في المواجهه. الى اللقاء.